مرة أخرى أهلا بكم. في سابقة من نوعها تعرض أمين عام اتحاد الكاراتيه لسرقة ما يزيد عن 10,000 دولار في مشاركته ببطولة غرب آسيا بماليزيا، وهي حادثة أثارت الكثير من الجدل. المزيد في التقرير التالي. 10,000 دولار ذهبت ضحية صعق كهربائي تعرضت لها بعثة اتحاد الكاراتيه المشاركة في ماليزيا من قبل عصابة سرق احترفت ذلك كما يقول رئيس البعثة، في حادثة تبدو هي الأولى من نوعها التي تتعرض لها بعثات منتخبات المشاركة في المحافل الخارجية. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تبدو وكأنها واقعة درامية؟ واحد صيني يرمي بالأوراق قدام رجلي وينزل علشان يأخذ الأوراق، وأثناء نزوله يعني يأخذ الأوراق صعق رجلي اليسرى مباشرة بسعق كهربائي أشلت أنا رجلي، ما عاد قدرش خالص، حتى أنا حسيت أن عيوني بنجوم في عيوني، ما حسيتش خالص. أرفع بعدين أشوف الفلوس في جيبي مش موجودة، ارتمت في الأرض لأنه مش عارف كنت أمشي، رجلي مسمرة في الأرض. الحادثة أثارت الكثير من الجدل ووضعت أكثر من علامة استفهام بين الأوساط الرياضية، فيما يحمل أمين عام الاتحاد وثيقتين، أحدها محضر قسم الشرطة في ماليزيا والآخر تقرير السفارة اليمنية لوزارة الشباب والرياضة بالحادثة. بلغنا مدير الأمن السكوريتي على شان الحادث، طلعنا بعض مكتب التحقيقات في الأبراج، تم التحقيق في الأبراج، قالوا إذا ما نستطيعش نعرض عليكم الفيلم الفيديو إلا لما يجي البوليس، عليكم الذهاب إلى مركز البوليس. رحنا لمركز البوليس، جلسنا 3 ساعات، الروتين حقهم قطع رقم وما رقم. فعلوا المحضر اللي موجود أمامك، وكلفوا ضابط بالنزول معانا علشان يشوف الكاميرا. نزل الضابط معانا للأبراج، نزل في الدور الأول للكاميرا بالكامل، رجع للوقت وكم الساعة لأنه حصلت الحادثة بين الساعة 6 و10 دقائق. رجع للكاميرا شاف أنه الذي تم السطو عليهم 6 أشخاص وليس واحد، أنا كما كنت، لأن أنا ما كنت عارف لأنه ولا حسيت خالص أنهم 6 أشخاص. وحتى تتضح صحة الحادثة أكثر، هل سنرى لجنة تحقيق من قبل وزارة الشباب والرياضة لتوضيحها وتأكيد حقيقتها من خلاف ذلك؟ صفوان النمري، أحوال الرياضة. بعد توجيهات رئاسة الجمهورية بضرورة تبني سياسة ترشيد الإنفاق، ما تزال وزارة الشباب والرياضة تعيش خارج النطاق وتصرف الأموال باستمرار. لا مجال لترشيد الإنفاق هنا حتى وإن كانت التوجيهات رئاسية. سياسة الإيجارات ما زالت جارية، ليس لمبنى وزارة الشباب والرياضة فحسب، بل وحتى الإيجارات وصندوق النشء والشباب. وزارة الشباب والرياضة منيت في المرحلة الأخيرة بمسؤولين ليسوا على قدر المسؤولية، ولهذا لا يفهم لا دور الشباب ولا عملية حتى التقشف، ولا يعني بعد ما أصرت الحكومة عملية التقشف، لأنه إحنا الآن يعني قادمين على نقل من وزارة الشباب إلى من المبنى المؤجر إلى الوزارة التي تم بنائها، وعلى أساس أن تنقل الاتحادات والصندوق والهذا إلى الوزارة. مبنى الوزارة الجاهز لاستقبال الموظفين ما يزال في شمال المدينة الرياضية يشكل الوحدة القاسية، فيما قيادة الوزارة تصرف مئات الملايين على الإيجارات. حددنا كتلة كاملة في نفس المبنى متكامل لكل هذه الاتحادات، وسلمنا الأخوان في اللجنة الأولمبية هذه المفاتيح وسلمناهم هذا الموقع، وإن شاء الله عندما نبدأ نحن في النقل. فقط مشكلتنا هي إيش؟ مشكلتنا أنه الأخوان في الإدارة المالية يتطلب منهم أن يسارعوا في تحديد أي مبالغ، ولو سنعمل لهم بالتجاوز ما عندنا مشكلة في عملية النقل. نحن بندفع في الشهر 5 مليون، تصور 5 مليون بندفعها شهريا للاستئجار المبنى. عرفت قيادة وزارة الشباب والرياضة بكثرة سفرياتها للخارج سياحيا أو مع وفود الاتحادات أو بذريعة المرض، وحتى بعد التوجيهات لم يتوقف شيء من ذلك. تلقيتها الرئاسية لم تلاقي أي صدى ولم تلاقي أذن صاغية، أصلا الأخ الرئيس حفظه الله ورعاه توجيهات بعدم السفريات والتكشف إلا للضرورة، إلا أن وزارة الشباب والرياضة تقرر خارج السرب هي والاتحادات.
الاتحاد هي تبع وزارة الشباب والرياضة. إذا كانت قالت وزارة الشباب والرياضة هي المعنية بهذه الاتحادات، وكان الواجب عليها أن تستراتيجيات أنه بعدم السفريات إلا للضرورة. للأسف السفريات مستمرة والرحلات مستمرة، وأنا أرى أن يغير اسم وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة السفريات. بنود متعددة كنا في وقت سابق قد طالبنا بإلغائها نظرا لكونها أحد ممرات الفساد أو البذخ القيادي. ويبقى السؤال، متى تلتزم قيادة الوزارة بتوجيهات رئيس الجمهورية؟ طارق السعيد، أحوال الرياضة. 7 سنوات يراها البعض مضت على انتعاش لعبة المصارعة باليمن، حال قد يثمر في البطولة العربية القادمة بالأردن التي يشارك بها المنتخب الوطني للشباب. 7 سنوات مرت على انتعاش لعبة المصارعة في اليمن بعد قدوم المدرب العراقي الكابتن ثابت رعمان، ومن ذلك العهد تصاعدت طموحات لاعب المنتخب الوطني على البطولات الإقليمية والقارية رغم الدعم المتواضع من قبل الوزارة الرياضية. احنا نريد من قيادة الوزارة متمثلة بالسيد الوزير، احنا ميزانيتنا قليلة ومصارعين افضل المصارعين موجودين بالوطن العربي، اللي نرجو من حضرتهم هم صاحبين القرار يدعمونا، فالدعم يليق بينا لاننا نحتاج معسكرات واكل بس، ما نريد اي شيء، معسكرات وغذاء بس، وشوفوا المصارعة راح تمهر، واحنا تفكيرنا على المدى البعيد، اذا انا كمدرب واذا الاتحاد يخطط على المدى البعيد نفكر العام القادم دورة عربية، وإن شاء الله نحن نحصد أكثر النتائج في الدورة العربية. تكون المشاركة مشاركتنا ناجحة إن شاء الله، رغم لا حد لنا عدد دول المشاركة هي 11 دولة اللي وافقت في المشاركة في البطولة هذا، وإن شاء الله نحقق إنجازات مثل الماضي إن شاء الله. 136 ميدالية ملونة حققها لاعب المنتخب بجميع فئاته في المصارعة الحرة والرومانية خلال حقبة هذا المدرب المغمور في بطولة العرب وغرب آسيا، كما أن اليمن نالت جائزة أفضل منتخب عربي متطور في السنوات الأخيرة رغم ضعف الإمكانية مقارنة بالدول الأخرى. المصارعة هي ابتدأت من 2007، قبل 2007، من 2002 لغاية 2007 لحد ما أنا جيت واستلمت المصارعة، متوقف المصارعة، وفي كتاب رسمي في وزارة الشباب أنه تلغى المصارعة لعدم نشاطها الداخلي والخارجي، ولكن التوفيق من الله بتضامن جهود كل الناس الطيبين من الوزارة ومن الاتحاد، ومشت الأمور بالشكل الصحيح، والآن احنا حاضين من 2007 ولحد الآن حاضين 136 ميدالية متلونة، 19 مركز مختلف، أفضل رياضي من اليمن مرتين يحصل، أفضل فريق عربي متطور اليمن، أفضل مدرب أنا حصلت مرتين، مدرب عربي ومدرب غرب آسيا. كانتنا ضعيفة جدا، لكن من التقصير كله من الوزارة، كما احنا فيها هنا نتدرب اول حاجه لنا ثم للوطن، وهذا فضل الله وفضل الكابتن ثابت نعمان مدرب المنتخب الوطني الاب الروحي للعبه المصارعه، هو الذي انشا لعبه المصارعه في اليمن، ولا ما كان فيش لعبه مصارعه ابدا. وثانيا الكابتن عبد الله المغربي رئيس الاتحاد، هذا يدعمونا يعني بقدر الامكان، يعني امكان يدعمونا. المنتخب الشاب الذي حقق المركز الثاني في البطولة العربية الماضية يواصل استعداده للبطولة العربية القادمة في الأردن داخل هذه الصالة، ويأمل الجهاز الفني والإداري مواصلة حصد الميداليات رغم ضعف الإمكانيات. مازن الشعبي، أحوال الرياضة. نبقى الآن مع مجموعة من المقالات والكتابات والتي وردت في أبرز الصحف الرياضية لهذا الأسبوع. البداية مع صحيفة الرياضة، حيث نقرأ العنوان التالي: حتى لا يتحول المبنى سكنا للأشباح. حتى لا يتحول المبنى سكنا للأشباح. ما يزال المبنى الجديد المبني خصيصا لوزارة الشباب والرياضة بالمدينة الرياضية بحي الجراف الغربي ما يزال فارغا ويعاني من نار جفاء الانتقال إليه والممانعة الغريبة والعجيبة من أصحاب الشأن الشبابي والرياضي لتدشين العمل بالوزارة الأنيقة الحزينة.
المبنى جهز بالكامل منذ أكثر من عام، لكن لا جدوى في الانتقال غير المبرر، وهو ما قد يحول المبنى إلى سكن للأشباح والجن والبطرة الذين قد يفضلون السكن فيه من غير أثاث. أما في صحيفة ماتش فيطالعنا العنوان التالي: أم الألعاب حتى عودت عليان. أم الألعاب مغلق حتى عودة عليان. فردية العمل دائما ما يصاحبها الفشل، وما يحدث في اتحاد ألعاب القوى يؤكد أن هذا الاتحاد يغيب عنه العمل الجماعي المؤسسي. ففي الوقت الذي لا يزال الأمين العام عبيد عليان وهو الدينامو المحرك للاتحاد يقضي إجازته العيدية بين أفراد أسرته في تريم حضرموت، شكى كثير من منتسبي أم الألعاب من استمرارية إغلاق مقر الاتحاد وغياب الأنشطة والمسابقات التي قد تطيح بأم الألعاب، خاصة أن بقية أعضاء الاتحاد مشغولون بجوانب أخرى وأغلبهم يقيمون خارج العاصمة. أحد المصادر أرجع ركود أم الألعاب إلى أن بقية الأعضاء ليست لديهم الخبرة في العمل الإداري والمراسلات الخارجية، وأن كل همهم هو انتظار دورهم في السفريات واستلام مخصصات الاجتماعات التي تصل إلى 50,000 ريال لكل منهم، وأن الحديث عن الجوانب المالية خط أحمر على الجميع، فقط عليهم ترديد المقولة لا أسمع لا أرى لا أتكلم، طالما والأمور الطيبة تصلهم إلى محل إقامتهم دون عناء ونيل فوائد السفر السبع. وأكد المصدر أن ميزانية الاتحاد الداخلية تبلغ 14 مليون ريال، وأن الاتحاد لم يقيم أي بطولة خلال العام الجاري 2014، وأن تلك المبالغ تصرف كمرتبات تصل إلى 30,000 شهريا للأعضاء والعاملين في الاتحاد وبدل مساعدات، في حين أن اللاعبين يشكون من عدم توفر البواتي الخاصة بالجري كأقل استحقاق. وتساءل المصدر: أين تذهب تلك الملايين؟ ولماذا لا تسخر في إقامة الأنشطة والاهتمام بلاعبي المنتخبات الوطنية بدلا من العبث بأموال الاتحاد؟ مشاهدين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. حتى الملتقى، هذه تحياتي وتحيات طاقم البرنامج، أستودعكم الله وإلى اللقاء.